نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: مجلس وزاري ينظر في وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام. هيئة الانتخابات تدعو إلى استخدام أنموذج التزكيات المعتمد من قبل الهيئة وتواصل تقديم التزكيات إلى 6 أوت القادم. وزيرة الصناعة تؤكد عرض ملف فوسفات سراورتان على الحكومة في غضون شهر. وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء مدينة غزة ويعلنها منطقة قتال خطيرة. تفاصيل الأنباء. خصصت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم للنظر في وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إيجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع لمختلف الوضعيات الهشة، تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل، وذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش وتناغما مع الفصل 46 من الدستور. وتقرر إعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء. أكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري انطلاق العمل بأنموذج التزكيات منذ بداية الأسبوع الجاري. وأشار المنصري في تصريح للأخبار إلى أن عملية الترشح تفترض على كل مترشح التقدم إلى أحد مقرات الهيئة أو البعثات الدبلوماسية في الخارج أو مقرات المعتمديات لتعمير أنموذج التزكية ليكون فيما بعد متاحا للمزكين على الموقع الرسمي للهيئة. النموذج نتاع التزكيات انطلق في الواقع، العملية ككل انطلقت منذ يوم الاثنين، لأنه في الإطار هذا نذكر أن هناك التزكيات النيابية الخاصة بنواب الشعب وكذلك بالجماعات المحلية المنتخبة، وثم كذلك التزكيات الشعبية. هذه شو تفترض؟ تفترض أنه اللي يحب يترشح يتقدم إلى مقر الهيئة المركزي أو هيئاتنا الفرعية أو كذلك مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذلك بمقرات المعتمديات عددها 279 مصحوب ببطاقة تعريف الوطنية وبصورة شمسية، يوقع تعمير البيانات نتاعه ومباشرة يبدأ النموذج يوقع نشره على الموقع نتاع الهيئة ويقع استعماله من قبله هو عن طريق الطباعة أو حتى من قبل المواطنين اللي يحبوا يزكون. وبخصوص شروط قبول التزكيات، أوضح المنصري أن الهيئة لن تقبل إلا التزكيات المنضاة مباشرة من قبل المزكي على الأنموذج الخاص بالهيئة، مشيرا إلى إمكانية نشر قائمات التزكيات للاطلاع عليها من قبل المواطنين والاعتراض عليها. هيئة الانتخابات لن تقبل إلا التزكيات الأصلية، يعني اللي وقع فيها الإمضاء مباشرة من قبل المزكي على النموذج الخاص تاع الهيئة، مش أي ورقة أخرى، وتكون كذلك أن جميع البيانات المنصوص عليها ضمن النموذج كلها كاملة وموجود فيها كل هذه المعطيات، وأي خلل شكلي في هذا النموذج لن يقبل عند البت في الترشحات. هذاك علاش مهم وأن نذكروا بهذه العملية كإجراء وقائي حمائي آخر. هيئة رأيت نجم تنشر بعد الحال هذه التزكيات واسماء المزكين على الموقع نتاع الهيئة، وبطبيعة الحال كل المزكين المواطنين بإمكانهم الاطلاع على هذه الأسماء وبإمكانهم حتى تقديم اعتراضات لدى الهيئة وقت هما يعرفوا أنهم ما قاموش بالتزكية وفي نفس الوقت تواجدت أسماءهم بهذا النموذج نتاع التزكية. تتواصل العملية نتاع التزكيات بطبيعة الحال إلى حين غلق باب الترشحات، يمكن حتى أثناء البدء في عملية تصحيح تاع هذه التزكيات، معناها إلى غاية نهاية الترشحات في 6 أوت. كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي في جلسة عامة بمجلس النواب اليوم، كشف أن الوزارة ستحتفظ ببعض الضيعات الفلاحية وستحيل قائمة ضيعات أخرى إلى وزارة أملاك الدولة لاستغلالها في إطار عمليات استثمارية وإعادة تثمين. من جهة أخرى، لفت وزير الفلاحة إلى أن الصعوبات التي تعترض توفير مياه الري خاصة الوطن القبلي دفعت الوزارة إلى العمل على توفير موارد مائية من المياه المستعملة والمعالجة لاستخدامها في الري. وفي تصريح له على هامش الجلسة، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي للزميلة سمية الفرجاني أن موضوع المياه على رأس أولويات الوزارة
في الوقت الراهن. كل قطاع عنده المشاريع اللي تهمه، لكن احنا انطلاقا من مبدأ ما ثماش نمو في البلاد إذا كان ما ثماش نمو في الجهات، وبالتالي كل جهة تقدم لنا المشاريع متاعها على مستوى التنمية تتم الدراسة متاعها على المستوى المركزي، وعندنا في وزارة الفلاحة لجنة تعنى بالمشاريع. وهني نقول حتى مشروع ما يخرج من وزارة الفلاحة من غير ما يتغربل في وزارة الفلاحة عن طريق اللجنة هذه، بعد يمشي وزارة الاقتصاد والتخطيط. في وزارة الاقتصاد والتخطيط فما تتحدد أولويات الدولة. أنا القائمة اللي بعثها هي قائمة أولويات وزارة الفلاحة، لأن الدولة ما فيهاش كان وزارة الفلاحة، فيها العديد من الوزارات، وبالتالي في وزارة الاقتصاد والتخطيط يتم تحديد الأولويات. احنا أولوياتنا في الفلاحة شنية في الوقت الحالي؟ هي المياه، توفير المياه، الاقتصاد في المياه، المياه المستعملة للمعالج، المحطات تحلية مياه البحر، هذه تلقاها من بين الأولويات في مشاريع وزارة الفلاحة. وأكد وزير الفلاحة من جهة أخرى تواصل العمل صلب الوزارة للتصدي للفساد وسوء استغلال الإدارة. ما نجموش نحكيو على تطور، على نمو، على استثمار في هالبلاد هذه إذا كان ما نقضيوش خاصة على مستوى الفساد في الإدارة. احنا عينينا محلولة في هالمجال هذي، ونلقاو قطاعات اللي لوبيات داخلة فيها، لوبيات اللي تستغل في الإدارة لمصالحها الشخصية. نعطيك مثال بسيط جدا، هو قطاع الصيد البحر. احنا وقت اللي طبقنا القانون كما يلزم نطبقوه، نلقاو فما ناس تاخو في الوقود، والوقود هذا مدعم، ناس تاخو فيه بشتر الحق. هالوقود هذي كيف كبسنا الأمور، ربحنا الدولة في سنة 2023 من مارس حتى لديسمبر 10 مليون دينار. احنا فما ناس في هالفلوس هذا خذوا الوقود دون وجه حق، ويسحق 500 اعطيناه 15,000 بتواطئ من الإدارة. بعثنا الورقة قلنا له الدولة راهي تحب عليك 80,000 دينار 50,000 دينار، مشى يجري وصب الفلوس هذه في القبضة. خاطر الناس عارفة رواحها غالطة، والناس عارفة رواحها اللي تو راه وقت حساب. أثار بركان إتنا نشيط بشمال إيطاليا جملة من المخاوف في الشارع التونسية، خصوصا بعد اضطراب المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قد يتسبب فيه غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مثل هذه البراكين. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية عامر بحبح عرف ببركان إتنا في برنامج المشهد الآن، وأكد أن خطورة هذه الغازات تتقلص مع ابتعادها عن سطح الأرض. البركان هذا موجود في جزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، عنده بعض الأيام تدخل في فترة متاع النشاط، لأكثر بركان نشيط في العالم، فما حتى بركان آخر زاد ساير اللي هو بركان سترومبولي مش بعيد عليه برشا. البركان هذه تنبعث منها عدة غازات، أبرزها غاز ثاني أكسيد الكبريت، غاز خطير يعني عنده تأثيرات سلبية على صحة الإنسان خاصة الجهاز التنفسي، ولكن وقل نتعرضوا له معناتها بصفة مباشرة وقت طويل. الخرائط نتاع مركز معناتها كوبرنيكوس اللي هو من أهم المراكز في العالم توري اللي ترك نتاع الغاز هذايا موجود خاصة على ارتفاع 1500 متر 2000 متر 3000 متر 5000 6000 متر وحتى أكثر، مش على سطح الأرض. احنا تونس وشمال أفريقيا الكل تقريب من 0.01 ل 0.02 المصدر نتاع هذا الغاز، راه يجينا مش فقط من البراكين، يجينا زادة حتى من المحروقات ومن بعض الصناعات الكيميائية. ونفى الخبير في المخاطر الطبيعية عامر بحبح عديد الإشاعات حول تبعات بركان إتنا كارتفاع درجات الحرارة وحالات الغرق التي حدثت مؤخرا ببلادنا وإمكانية حدوث تسونامي. حالات الغرق هي مرتبطة بسرعة الرياح وبالأمواج، وتذكروا أيامات ما جاتنا رياح قوية إلى آخره، علاش الناس ما تغرق إن شاء الله ربي يرحمهم. ما عندوش حتى على بهذه الغازات، بالعكس معناتها الغبار البركاني والغازات متنجم على المدى الطويل وقيل يكون فم كميات ضخمة كبيرة برشا، خاطر فم براكين أخرى نشيطة في العالم. هذه الغازات والدخان هذا راهو ينقص في الحرارة متاع كوكب الأرض. فماش علاقة مباشرة بين بركان إتنا أو حتى براكين أخرى مع ارتفاع درجة الحرارة. النشاط البركاني يؤدي إلى انخفاض حرارة كوكب الأرض. البراكين ما تتسببش في موجات تسونامي. التسونامي عندي عاصفة مدارية كبيرة، رياح قوية وتعطينا أمواج عالية، وهذا يوقع ساعات في بحر الكاريب، في المحيط الهندي، في المحيط الهادي إلى آخره. وإلا فما سبب ثاني، الزلازل، وزاد مش أي زلزال، فما زوج شروط، لازم يكون فما زلزال كبير 7 درجات أو أكثر ويكون في البحر. اللي يوقع بالتزامن مع بركان إتنا هي رجات خفيفة في إيطاليا متاع درجة ونصف، درجتين 3 درجات فقط. في تونس ديجا نسجلوا رجات مماثلة بالعشرات، حتى بعض الرجات ما نحسوش بها.
خلال زيارة إلى ولاية الكاف خصصت للاطلاع على سير عدد من المشاريع والمناطق الصناعية بالجهة، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب إنه يجري العمل على تخفيف من إجراءات إدارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في الجهة. كما أكدت أنه سيتم تقديم ملف فوسفات ستراورتان إلى الحكومة في غضون شهر. الإمكانيات متاع الاستثمار في جهة الكاف عديدة ومتعددة، ماذا بينا نشوف شنو من المقترحات ونقصوا من الإجراءات الإدارية باش نسهلوا الاستثمار. بالنسبة لقطع الفوسفات ما بين القطاعات اللي نشتغل عليهم، سراورتين ما بين الملفات اللي لازمها قرارات في مستوى الحكومة، وبقدرة ربي في شهر القدام ناوي مش نقدموا ملف باش الرؤية بالنسبة لسراورتين وقطاع المناجم في جهة الكاف تكون رؤية متكاملة ونبنيه على مدى المتوسط والطويل، على خاطر الحل متاع ستراورتين ما هوش حل ظرفي. جانب البيئي زادة مهم بالنسبة لجهة الكيف بما أنها عندها زادة الصبغة الفلاحية والمنتجات الفلاحية زادة مهمة. احتلت ولاية القيروان خلال النصف الأول من السنة الجارية المرتبة الأولى وطنيا من حيث خطورة الحوادث المرورية، وذلك ب 53 قتيلا على 100 حادث وفق إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني بأنه منذ الأول من جانفي وإلى غاية الأول من جويلية الجاري تم تسجيل 54 حادث مرور بولاية القيروان أسفر عن 30 قتيلا و77 جريحا. على مستوى خطورة الحوادث وهي عدد القتلى لكل 100 حادث مرور، تتصدر ولاية القيروان المشهد ب 53 قتيل على 100 حادث مرور، ثم ولاية فاقس ب 35%، ولاية مدنين وولاية القصرين ب 34 قتيل على كل 100 حادث مرور. نسبة خطورة الحوادث هذه في ولاية القيروان صحيح هي الأولى على مستوى وطني، ولكن انخفضت مقارنة بسنة 2023 اللي قاربت فيها نسبة الخطورة 60%، وذلك لأن ولاية القيروان تمر بها ثلاثة طرقات وطنية كبرى، حيث أنها تعتبر ممر يربط بين جنوب البلاد بشمالها وغرب البلاد بشرقها. وأيضا أؤكد على أن ارتفاع خطورة الحوادث في ولاية القيروان يعود خاصة للسرعة بهذه الطرقات الوطنية والجهوية. أعلنت مؤسسة فداء اليوم التمديد بصفة استثنائية في الانتفاع ببطاقات النقل المسندة سابقا لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وأفادت في بلاغ لها بأن القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة النقل وساري المفعول إلى حين استكمال الإجراءات الخاصة ببطاقة الخدمات. ودعت أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها الذين لم يستكملوا بعد ملفاتهم لديها إلى إرسال الوثائق المطلوبة في أفضل للأجل، وذلك قصد اعتمادها في استخراج بطاقات الخدمات الخاصة بهم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في العالم، وفي اليوم 78 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط القطاع وجنوبه. في غضون ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تأمر جميع سكان مدينة غزة بإخلائها، زاعما أن المدينة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة. في المقابل أعلنت كتائب القسام قتل وجرح أفراد قوة صهيونية راجلة في كمين محكم وجرت خلاله عبوتين مضادتين للأفراد قرب مسجد الأمين بتل الهوى جنوب غزة. كما أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى قصف تجمع للجنود الصهاينة بحي شجاعية. إنسانيا، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال يواصل لليوم 65 جريمته بمنع إدخال المساعدات والمواد الطبية. يأتي ذلك فيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن نقص الإمدادات وتدفقات المرضى يدفعان بمجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع إلى حافة الانهيار. سياسيا، استنفت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة يتيح إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني. مفاوضات تتواصل غدا في العاصمة المصرية القاهرة في وقت تعمد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عرقلتها من خلال إعلان تمسكه بمواقفه المتعنتة. متابعة للموضوع في التقرير التالي. أحلام بن عمر.
انطلقت اليوم بالدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والكيان المحتل للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة وصفقة تبادل للأسرى بين الجانبين، مفاوضات يشارك فيها بالخصوص رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إضافة إلى وفد صهيوني بقيادة رئيس الموساد والشباك. هذه المفاوضات تهدف إلى تقريب وجهات نظر حماس وتل أبيب بشأن عدة قضايا عالقة، من بينها هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى. غير أن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو سبق انطلاق المفاوضات بالتأكيد لدى اجتماعه اليوم في القدس المحتلة بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط على تمسكه بما وصفها بالخطوط الحمراء التي وضعها للتوصل إلى اتفاق. خطوط تتمثل بالخصوص في تنصيص الصفقة على السماح باستئناف القتال إلى حين تحقيق أهداف الحرب ورفض عودة آلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة. مواقف نتنياهو المتعنتة أثارت انتقادات حادة من وسائل الإعلام العبرية التي أجمعت على أن نتنياهو يتعمد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إفشالها عبر التلاعب بمعلومات استخباراتية حساسة وسرية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو عدم التوصل إلى إبرام صفقة لتبادل للأسرى لضمان عدم حل الائتلاف الحكومي الذي يترأسه. في الأثناء قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم في خطاب تلفزي إن جبهة الأسناد اللبنانية تهدف إلى استنزاف جيش الاحتلال وإنهاك المجتمع الصهيوني اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا حتى يضطر إلى وقف الحرب على غزة. الاستنزاف في غزة والاستنزاف في الحدود الشمالية لهذه الأعداد الكبيرة من الجنود والضباط عم تؤدي إلى مأزق اجتماعي في كيان العدو، أنه هناك فئة مشكلة من مئات الآلاف في الحد الأدنى الآن يهددون أننا سنغادر إذا ألزمتمونا بالتجنيد الإجباري في الجيش. إذن الاستنزاف العديد، الاستنزاف الإمكانات، الاستنزاف الاقتصاد، هذا كله الحمد لله محقق. هذه الجبهة تؤتي ثمارها. نحن لسنا في معركة عشائرية حتى نقول بجبهة الشمال أدي قتل منا وأدي قتلنا منه، مش هاي الحسبة يا أخوان. الحسبة أن هذه المعركة في الشمال ما هو حجم الألم والضغط والاستنزاف الذي تلحقه بهذا العدو بجيشه بمجتمعه باقتصاده بقراره السياسي وتدفعه للنقطة التي سيضطر فيها إلى وقف الحرب، وسيضطر إلى وقف الحرب وإلا هو يمضي إلى الهاوية، إلى كما يقول كبار قادة من الصهاينة يقولون أن نتنياهو يأخذنا إلى خراب الهيكل الثالث إلى النهاية. وعلى صعيد المفاوضات قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إن ما ستقبل به حماس سوف يقبل به حزب الله وباقي محور المقاومة، مؤكدا في ذات الوقت جاهزية المقاومة اللبنانية لأي تصعيد صهيوني بما في ذلك الحرب الشاملة. العالم كله سلم بأنه إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري ويجب أن يقف إطلاق النار. بالنسبة لنا حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة، وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. إذا حصل اتفاق على وقف اطلاق النار وكلنا يأمل ذلك وكلنا يرجو ذلك، إذا صار وقف اطلاق نار جبهتنا ستوقف اطلاق النار بلا نقاش، هذا هو التزامنا. لماذا؟ لأنها جبهة إسناد. المقاومة التي تطلق مئات الصواريخ وعشرات المسيرات في يوم واحد على أهداف حساسة في الشمال وفي عمق 30 و35 كيلومتر وفي الجولان في كل مساحة الجولان، رسالتها أنها لا تخشى الحرب ولا تخاف من الحرب وليس لديها أي قلق من الذهاب إلى أي خيار. ختام نشرة المساء للأخبار قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيها في عناوين: مجلس وزاري ينظر في وضعيات العمل الهش في الوضعيات العمومية والقطاع العام، هيئة الانتخابات تدعو إلى استخدام أنموذج التزكيات المعتمد من قبل الهيئة وتواصل تقديم التزكيات إلى 6 من أوت القادم، وزيرة الصناعة تؤكد عرض ملف فوسفات ثروتان على الحكومة في غضون شهر، وفي العالم جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء مدينة غزة ويعلنها منطقة قتال خطيرة. دمتم في رعاية الله.